صباح الخير والمحبة من هنا من منطقة الهيشة التي تقع ما بين لواءي البتراء والشوبك، والتي ستبدأ بها بعد قليل حملة النظافة الشاملة بعنوان بهمتنا نحمي بيئتنا. بتوجيه من معالي وزير البيئة وتنفيذ لبنود الخطة الوطنية للتوعية البيئية، قامت وزارة البيئة بإطلاق حملة نظافة شاملة في جميع محافظات المملكة ومن ضمنها لواء البتراء وتحديدا في غابات الهيشة. طبعا سبب اختيارنا لغابات الهيشة هي قيمتها البيئية والسياحية والجمالية لوجود أشجار البلوط المعمرة اللي بتثري التنوع الحيوي في المنطقة. طبعا احنا هدفنا من حملات النظافة بالإضافة لتسليط الضوء على هاي المناطق الهامة في الأردن، السياحية الهامة في الأردن، تعزيز الوعي البيئي والمجتمعي بخطورة الإلقاء العشوائي للنفايات، بالإضافة لتعزيز التشاركية مع جميع الجهات الرسمية والخاصة والجمعيات البيئية في المحافظة على البيئة للوصول إلى بيئة مستدامة لنا وللأجيال الجاية. تقوم سلطة إقليم البتراء السياحي بتجهيز آليات وعمال ودعم لوجستي لإنجاح هذه الحملة، الحملة الشاملة نظافة منطقة الهيشة، حيث أن هذه المنطقة تستحق منا نظافتها، وندعو المواطنين بالمحافظة على هذه المنطقة ومحافظة على جماليتها.